السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحاضرة عن اليو في فيزيبل سبكتروسكوبي، أو في اسم تاني اللي هو سبكتروفوتومتري، برضو واحدة من الأسامي عن سبكتروسكوبي. طيب، الفكرة بتاعت السبكتروسكوبي هي باعتماد على اللي هي الابسوربشن اللي هو الامتصاصية، وعندنا اللي هي الويف اللي نحن هنشتغل عليه اللي هو من 210 لحد 900 نانومتر، ده اللي هو بسموه يو في فيزيبل، اللي هو بيحتوي على الويف بتاع اليو في اللي هي الالترا فايلت والفيزيبل لايت اللي هو الضوء المرئي. بالنسبة للمواد بيكون في انتقال الكتروني، يعني انتقال في الالكترونات من ليفل لليفل مختلف عند مرور اليو في او الفيزيبل لايت في المحلول المحتوي على المواد دي. عموما كده الالكترونات بتنتقل من الهاير ليفل لللور ليفل. طيب، انترودكشن. لما نقول بروب، البروب بنقصد به هو المادة اللي بتعمل امتصاص لويف محدد وبتعمل اميشن، او تطلع يعني بعد الامتصاص بتطلع ضوء. الضوء ده بيكون بويف بيكون اقل، الانتنسيتي بتاعته بتكون اقل والويف بتاعه بيكون اقل او اكبر من الويف اللي تم امتصاصه. طيب، light in the UV visible part of the spectrum is used to promote electron from the ground state to various excited state. طيب، دايما بيحصل اللي هو excitation بالنسبة للالكترونات اللي هو بتتحول من ليفل محدد اللي هو ال ground state ل اللي هو excited state، او الالكترون بيكون مستحس، بالتالي بيطلع في شكل فوتون. الطاقة دي لانتقال الالكترون من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت، بعد ذاك رجوعه. طبعا الامتصاصية بتأدي لانه الالكترون يطلع من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت، بعد ذاك بعد ما يرجع الالكترون من الاكسايتد ستيت للجراوند ستيت بيطلع فوتون، والفوتون ده يتم يعني قياسه في الديتكتر. The particular frequencies at which light is absorbed are affected by the structure and environment of the chromophore. طيب، الكروموفور هو بنقصد به المادة اللي بتمتص اللي هي عندها الخاصية بتاعت الامتصاص الضوئي، وهي كل مادة عندها ويف محدد بتمتص فيه يعني الضوء. يعني مثلا عندنا الدي ان ايه بيمتص الويف 260 نانومتر، بينما البروتينات بتمتص اللي هو 280 نانومتر. إذا الكروموفور بنقصد به كل المواد اللي بتمتص الضوء في حدود الـ UV visible light. طيب، حسب الكروموفور طبعا ونوعه بيحدد الـ particular frequencies اللي هو التردد at which light is absorbed are affected by the structure and environment of the chromophore. طيب، بالتالي الكروموفور هي بتحدد الفريكوينسيز اللي هي التردد بتاع الضوء او الويف بتاع الضوء اللي بيتم فيه الامتصاص. Excited electron can return to the ground state by vibrational transition through smaller energy increment. طيب، اللي هو ده excited electron بيرجع للground state by vibrational transition through smaller energy increment، اللي هو بيحصل اللي هو increment اللي هو زيادة في الطاقة. Absorbed energy appear ultimately as heat in solution، اللي هو بعد ذاك الطاقة الممتصة بعد الحصل انه بعد رجوع الالكترون من الاكسايتد ستيت للجراوند ستيت بتطلع الابزوربد انرجي از هيت ان ذا سوليوشن. افكتد سبستيتوينت اون ذا ابسوربشن سبيكترا. طيب، في بعض المصطلحات اللي هي بتأثر على يعني مثلا المادة دي الكروموفور هتمتص يا تويف، هتمتص الريد ولا هتمتص البلو لايت، فدي اعتمادا على أربعة متغيرات. نمرة واحد بيسموها الباس كروميك شيفت، اللي هي شيفت تو لور انرجي اور لونجر ويف، اللي هي دي يعني بتميل لانها تمتص الويف لينكس اللي بيكون طويل اللي هو زي الأشعة الحمراء أو الأشعة تحت الحمراء. فالباس كروميك شيفت اللي هي بعض الكروموفور عندها خاصية الباس كروميك شيفت اللي هي بتحاول تمتص الويف لينكس الكبيرة جدا زي الأشعة الحمراء. أما الهايبسوكروميك
الهايبسوكروميك شيفت اللي هو البلو شيفت دي اللي هي بعض الكروموفور بتحاول تمتص الويف لينكس اللي بتكون قصيرة اللي هي زي البلو وزي اليو في فيزيبل اليو في لايت. عندنا الهايبر كروميك افكت ان انكريز ان انتنسيتي، يعني مثلا كل ما زادت في بعض المواد بتمتص ان انكريز ان انتنسيتي، يعني الهايبر كروميك افكت اللي هي دي بتمتص اكبر قدر من الانتنسيتي او شدة الضوء، بتمتص كمية كبيرة من الضوء. الهايبوكروميك افكتس اللي هو ديكريز ان انتنسيتي، اللي هو بعض مرات الديكريز ان انتنسيتي برضه بتأثر في الامتصاصية، يعني كل ما قلت الانتنسيتي بتاعة الضوء او الشدة بتاعة الضوء كل ما قلت الامتصاصية. عندنا هنا اكسبيرمنتال سيت اب اللي هو ده السيت اب بتاع الجهاز، يعني مهما كان الجهاز تركيبه او الشركة او كده هو ما هيطلع من كونه 4 اجزاء. نمرة واحد اللي هو اللايت سورس اللي هو مصدر ضوئي، وهنا المصدر الضوئي بيختلف طبعا حسب اللمبة. عندنا المونوكروماتر، المونوكروماتر فيه نوعين، اللايت سورس فيها نوعين والمونوكروماتر فيها نوعين، والكويفيت والسامبل. دي الكويفيت اللي هي دي الحتة اللي فيها العينة بتاعتي سامبل، ودي الشدة بتاعة الضوء قبل دخول العينة، وبعد ذاك الاي دي الاي انيشيال او الاي زيرو. الاي زيرو هي الانتنسيتي قبل ما تخش السامبل، اما الانتنسيتي بعد الطلوع من السامبل بنرمز لها باي. اخر حاجة هو الديتكتور اللي هو ده بيقيس الشدة بتاعة الضوء. طيب ال various design of spectrophotometer اللي هو fixed and variable wavelengths، يعني ممكن يكون fixed او يكون variable wavelengths، يعني يكون fixed اللي هو زي مثلا النانو دروب. النانو دروب ده جهاز spectrophotometer بيقيس فقط في 260 و 280، ده بنسميه فيكسد. اما الفاريبل اللي هو ده انت ممكن تظبطه براك، اللي هو بتظبط الويف لينكس براك انت، اللي هو عن طريق تحوير المونوكروماتر. عندنا السنجل وعندنا السبليت عن دبل بيم، فيعني مهما يختلف الانواع بتاعت الاجهزه فهو ده الفكره الاساسيه اللي هي اللايت سورس مونوكروماتر كويفيت اند ديتكتور. عندنا الكويفيت في 3 انواع من الكويفيت اللي هي الجلاس اور بلاستيك، اللي هي دي دايما بيستخدموها للفيزيبل لايت، اللي هي لما يكون الكيوفيت دي من النوع الجلاس او البلاستيك بنستخدمها للفيزيبل، اما اذا كانت كوارتز بنستخدمها للفيزيبل ولليو في، اما اذا كانت اكريليك فدي بتستخدم برضه للفيزيبل ولليو في، اما الجلاس والبلاستيك فقط للفيزيبل. طيب ده مونوكروماتر اللي هو ما معتمد على البريزم. البريزمي هو طبعا اللي هو المنشور، ده ما عنده علاقة بالمنشور، ده النوع الثاني من المونوكروماتر اللي هو بيمر الضوء عن طريق مرايا زي ما شايفين هنا، الضوء بيمشي في شكل مرايا في النهاية بينفصل اللي هو البلو لايت والجرين لايت والريد. وهنا ممكن انت تعمل ادجستمنت، يعني ممكن تغير زاوية الجزئية دي، بالتالي بتغير هنا الضوء المعرض على العين، العينة موجودة في جي. طيب المونوكروماتر بشكل مبسط هنا لايت سورس، فهنا في مرايا، بعد ذاك هنا الجريتنج اللي هو ده بيعمل جريتنج اللي هو ده بيطلع كل بيطلع كل ضوء في اتجاه مختلف، ودي الميرور تاني، بعد ذاك بيطلع الضوء في الشكل ده. فانت ممكن هنا تغير الزاوية، بالتالي هتغير نوع الضوء اللي هيطلع عن طريق الفتحة دي، بالتالي هيتعرض السامبل لضوء من نوع واحد، بالتالي بعد ذاك بيوصل الديتكتور. عندنا الاستريمنتيشن عموما لايت سورس، بعد ذاك في المونوكروماتر سواء كان بريزم او جريتنج، الجريتنج اللي هو شفناه في السلايد السابق، البريزم اللي هو عن طريق المنشور الزجاجي، بعد ذاك بيجي اللي هو سليت اللي هي سليت دي عندها فتحة صغيرة هنا، بعد ذاك دي الاي زيرو وده اللي هي الانتنسيتي قبل تخش العينة، بعد ذاك دي الكيوفيت ودي الانتنسيتي بعد الخروج من العينة، بعد ذاك هنا في الديتكتور. الابزوربانس او الامتصاصية بتعتمد على اللي هي اللي هي المولر ابسوربتيفيتي اللي هي دي شنو، دي كل مادة كروموفور اللي هي بتمتص الضوء حسب الكونسنتريشن بتاعها، كل مولر concentration من المادة بيمتص كمية محددة من الضوء أو شدة محددة من الضوء.
بعد ذاك العوامل الثانية اللي هي البي اللي هي لينكس اوف لايت باس ثرو ذا سامبل اللي هي الكيوفيت، مسافتها قدر شنو. ثاني حاجة السامبل كونسنتريشن برضو اللي هو الكونسنتريشن بتاع الكروموفور. القانون ده بنسميه بير لامبرت لو اللي هو قانون الامتصاص اللي هو the intensity of light decreases exponentially as it passes through an absorbing medium. يعني شدة الضوء تقل exponentially اللي هي لوغاريتميا اللي هو ليس خطيا طبعا، exponential اللي هو لوغاريتميا اللي هو تناقص لوغاريتمي as it passes through an absorbing medium اللي هو عند مرورها داخل medium بتعمل absorption. طيب the absorption A is defined as log initial intensity with transmitted over transmitted intensity اللي هي ال I zero أو ال I initial اللي هي دي ال intensity قبل المرور داخل العينة، وال I اللي هي دي ال intensity بعد الخروج من العينة اللي هي transmitted light اللي هي المرة الضوء المارد. بير لامبرت لو كوانتيفايز ذا بروسيس اوف ابسوربشن اللي هو ده البير لامبرت هو بيقيس اللي هو عملية الامتصاص، بيقيس عملية الامتصاص at a given wavelength في طول موجي محدد. طيب في القانون هنا لو ملاحظين في ايبسيلون دي اللي هي is the molar extension coefficient اللي هو ده اللي هو معامل اللي هو الامتصاص. It is a constant for the absorbing species اللي هو ده طبعا هو ثابت من الثوابت بالنسبة للمواد، يعني كل مادة عندها ثابت بتاع امتصاص بنسميه اللي هو epsilon اللي هو ده بنسميه molar extension coefficient. طيب define the absorption of the species at a particular wavelength اللي هو ده بيحدد الامتصاصية لكل species أو لكل مادة في particular wavelengths في الطول الموجي المحدد. It is determined by the number of type of chromophore present in each molecules of the absorbing species. طبعا ال epsilon هنا اللي هي molar extension coefficient، ال molar extension coefficient مهمته انه يفرق لي اذا كان في بعض المواد مختلطة مع بعض، فانا بفرق بيناتها عن طريق ال molar extension coefficient اللي هو كل مادة تكون عندها امتصاصية لضوء محدد في wavelengths محدد بطريقة محددة او بشدة محددة. يعني في بعض المواد بتمتص كمية كبيرة من الويف، في بعض مرات وحدات يعني بيمتصوا كمية بسيطة. طيب C is the concentration of the sample، L is the length of light passed through the sample، وال absorbance is an additive property اللي هي ال absorbance طبعا هي additive اللي هي ممكن يعني هي لو ملاحظين هنا بيعبروا عنها عن طريق ال summation. فإذا في مثلا مادتين فال absorbance بتاعتهم additive اللي هي تزايدية، يعني مثلا عندي مادة A ومادة B فالامتصاصية بتاعتهم الاثنين مع بعض بيضيفوها لبعض في المعادلة، ممكن يعني يحسب الابزوربن ل A وبعد ذاك يحسب الابزوربن ل B ويجمعوا لبعض حيطلع اللي هو التوتال ابزوربن بالنسبة للميكشر، يعني جمع عادي للابزوربن من الميكس وبعد ذاك يطلع الابزوربن اللي هو النهائي. According to the Beer-Lambert law, absorbance is proportional to concentration and absorbance versus concentration plot is a straight line. اللي هو هنا لو احنا عاوزين نعمل concentration to the absorbance فحيدينا linear اللي هو خط مستقيم العلاقة بين الabsorbance والconcentration. طيب according to بير لامبرت في بعض الليميتيشن موجودة في البير لامبرت بير لامبرت لو اللي هو في بعض مرات بيحصل chemical deviation اذا احنا مشينا في اللي هو زدنا ال concentration، اذا زدنا ال concentration فبنلقى انه الابزوربن بتاعتي بتقل اللي هو بتبدأ من اللينير تتحول ل اللي هو خط مائل. طيب الحاجة دي متبعة ومعروفة في اللابات انه اذا زاد اي concentration بتاع اي مادة عن حد محدد فالعلاقة بين الابزوربن والconcentration بتتحول من linear للي هو الخط المائل ده. والحاجة دي الديفيشن ده
نتيجة لأنه البارتيكل تو كلوز، اللي هو بتكون بمعنى انه الكونسنتريشن عالي، معناها البارتيكلز بتاعت المادة بتكون تو كلوز تو ايتش اذر، بالتالي الابزوربن حيقل. وعندنا الافريج ديستنس بين ايونز اند مولكيول ار دايمينيشد، فدي برضو اذا قلت المسافة بين الايونات والمولكيولز بالتالي الابزوربن برضو بيقل الامتصاص. برضو الافكت ذا تشارج ديستريبيوشن اند اكستنت of absorption، اللي هو دي الشارج برضو، اللي هو ده انت كل ما زدت الكونسنتريشن كل ما غيرت في الشارج بتاعت المحاليل. طيب كيميكال انتراكشن، الكيميكال انتر ودي طيب الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي نتيجه للهاي كونسنتريشن. اما الكيميكال انتراكشن اللي هو بعض مرات بيحصل ديسوسيشن او رياكشن ويز ذا سولفنت نتيجه لزياده في الكونسنتريشن، اللي هو بيحصل كيميكال انتراكشن ويز ذا مولكيول ان ذا انفايرمنت which is can deviate the absorbance and according to concentration. Limits of Pirlo instrumental deviation. بعض مرات يكون في instrumental deviation اللي هو الانسترومنت او الديتكتور ذات نفسه عنده مشكلة في يعني الديتكشن اول، فبعض مرات الديتكتور بتغير القراية بتاعته، بتغير الحرارة بتاعت المادة او الحرارة في الغرفة. طيب limits to be Lambert low، برضو بعض المرات الكيوفيت ذات نفسه اللي هي بيكون في بعض الضوء حصل له scattering او reflection، وبالتالي الابزوربن او الترانسميتد light must be يعني deviated، يعني نتيجة لل scattering اللي هو التشتت او الريفليكشن الانعكاس بتاع الضوء، بالتالي التشتت والانعكاس غير محسوب في طبعا المفروض يصحح القراية في الحالة دي، يحسب الاسكاترينج والريفليكشن وبعد ذلك يصحح الغير القراية بتاعة الابزوربشن لأنها بتكون قللت من الانتنسيتي بتاعة الضوء. برضو النوع بتاع اللايت، في نوعين من اللايت، التنجستين لامب طبعا بيطلع اللي هو الفيزيبل، واللي هو بيطلع الفيزيبل لايت الضوء المرئي، وبيطلع برضو النير انفرا راديشن اللي هي الضوء الاحمر، الضوء تحت اشعه تحت الحمراء القريبه من الاشعه تحت الحمراء. اما عندنا الديوتيريوم لامب اللي هي دي بتطلع لنا الالترا فايولت ريجون اللي هي حوالي 160 نانومتر تو 375 نانومتر، دي بتطلع علي الويف لينكس، دي بتطلع علي الديوتيريوم لامب. وبكده بنكون انتهينا من سبكتروفوتوميتر، UV visible spectrophotometer. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.